هنعمل الرقاق الحادق، لحمه مفرومه متعصجه، ويفضل لو انت بقى زحمه عيد وبيجيلك ضيوف كتير فيفضل طبعا ان انت تبقي معصجاها وشايلها، دي بتوفر عليا كتير بصراحه في الوقت. طيب هنعمل ايه؟ لازم مرقه تكون مغليه بالشكل ده كده. بسم الله. مقادير الرقاق طبعا اسهل منها مفيش. عندك لحمه مسلوقه، خد المرقه بتاعتها. ما عندكش لحمه مسلوقه، ميه سخنه وفيها مكعبات مرقه. ما بتحبيش مكعبات المرقه؟ يبقى ميه سخنه وتبداي ان انت تتبليها كويس قوي. طيب عندي صينيه سخنه على النار، وعندي رقاق ناشف، لو عايزه تعمليها بالرقاق الطري ما فيهاش اي مشكله، وعندي سمنه، وعندي معلقه صلصه طماطم، وعندي لحمه مفرومه. بصوا هعمل ايه، انا هاخد جزء من السمنه اهي كده، والجزء الباقي هعمل كده. واروح احط عليها معلقتين من المرقه علشان افكها، علشان دي اللي هدهن بيها الرقاق، عشان يطلع معايا محمر كده ولونه في منتهى الجمال. ملح وفلفل اسود، عشان تاخدي تطعيمه مختلفه تماما بالشكل ده. عايزه تسوي من فوق ماشي، عايزه تسوي في الفرن تعملي الصينيه على بعضها وتسوي في الفرن ما عنديش اي مشكله. بصوا بقى انا هعمل، انا اسوي من فوق. بسم الله. عندي الصينيه اهي فيها السمنه، وادي الرقايه بالشكل ده كده. نبدا ان احنا نسقيها، ولازم تكون المرقه مغليه او الشوربه اللي بنسقي بيها مغليه. لقيتيها بردت معاكي تبداي تحطيها على النار عشان تغلي تاني. بسم الله. اتحطت اول واحده خليط، بيدي تطعيمه هايله مختلفه تماما على حسب ما انت عايزه. عايزه صينيه الرقاق تبقى 8 رقاقات يبقى بتعملي 4 و4 ووسطهم اللحمه، عايزه تعمليها 6 يبقى بينهم 3 و3 وبينهم اللحمه، على حسب ما انت بتحبي الرقاق السمك بتاعه يبقى قد ايه. بالشكل ده كده تدهني بين كل راق وراق، بتروحي دهنه بالخليط اللي احنا عاملينه من السمنه والصلصه والملح والفلفل الاسود، تطلع لك بقى صينيه الرقاق محمره وطعمها في منتهى الجمال بالشكل ده كده. هعمل 4 و4 يعني فاضل رقتين اهم، ونحط اللحمه وبعد كده اكمل بقيه الكميه. شايفين انا عملت رقاق ورحت حاطه عليه صينيه مغطياه من فوق الوش. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ سمنه. السمنه فين؟ طيب استني ممكن اعمل حاجه. بصوا كده هي طبعا محطوطه على النار كل ده، انا المفروض اعمل ايه؟ عايزه اعمل كده عشان ان انا اتاكد ان هي فكه معايا، عشان لما اجي اقلبها تقلب معايا بكل سهوله. السوا بتاعتها معايا تمام، هعمل كده. واشيل من على النار وابدا ان انا اقلبها، بس طبعا الصينيه دي اصغر من الثانيه فعايزين نقلب على الحوض،
عشان لو نزل سمنة أو أي حاجة يبقى أمان بالنسبة لنا. بسم الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله. وابدا ان انا ارفع على النار كده تكمل التسويه بتاعتها. بالشكل ده بالشكل ده كده نبدا ان احنا نقدمها ونقطعها. طبعا احنا لما طلعنا الفاصل احنا كملنا التسقيه بتاعت باقي الرقاق وحطينا في النص اللحمه المفرومه. تمام. طيب انا لما قلبتها كده مفيش في الحروف بتاعت الصينيه سمنه، فانا عايزه عشان لما اجي اعملها تبقى مقرمشه من تحت، وهي محطوطه كده وانا قلبتها بروح جايبه سمنه واروح. بص انا بحط فين كده، بحط في الجوانب. ليه؟ علشان تبدا ان هي تحمر الحروف بتاعت الرقاق من تحت اهي، تنزل كده اهي بتسيح عشان الصينيه سخنه اهي، علشان تقرمش لي وتسوي لي الناحيه التانيه كمان. لكن من هنا انا مش محتاجه حاجه، هي استوت وتمام وزي الفل. عايزه تعملي اللي عملناه ده وتحطيه في الفرن مفيهاش اي مشكله. بالشكل ده كده